يسمح بفك العقدة وفك الحصار وفك الضغط الذي أصبح مفروض عليه وعلى لاعبيه بعد عدم تمكنه من تسجيل الهدف الأول. الآن يأتي من الإسلندي بعد كرة كانت تقريبا كرة ضايعة، يعني الدفاع هنا تهاون في استقبال هذه الكرة، ويفعلها اللاعب سيغورسون اللاعب الإسلندي. شوف اللقطة من زاوية أخرى، كانت تمريرة سيئة جدا، تسترجع الكرة ثم بضربة رأسية ينطلق ينحرف على الجهة اليمنى أمام بروار، يتفوق عليه ويأخذ منه الكرة ويوضعها داخل الشباك. 21 سنة هذا اللاعب من مواليد الريكافيك بإسلندا، فرحة طبعا عند فرانك دوبور، انتظر هو ودينيس بيركام حتى وصلت الكرة. أربع مواسم في أزاد الكمار، لكن هذا الموسم ففضل التغيير الأجواء إلى الأياكس، ومع الأياكس بدون شك سوف جيرجيتش يقوم بعمل كبير. كرة ممتازة وهدف التعادل، يا سلام من اللاعب السربي. إذن هدف التعادل بعد دقيقة واحدة وتهاون في دفاع الأياكس، تهاون لم يكن يحسب له بهذه الكيفية. شوف الإعادة، شوف اللاعب كان في وضعية تسلل في المرة الأولى وتأتيه الكرة بكل سهولة، يضعها داخل الشباك بعد تمريرة من ألم. إذن لا، اللاعب دوست هو اللي أمضى الهدف بعد تمريرة كانت رائعة جدا من ألم، تمريرة على طبق من ذهب. إذن دوست هو الذي يمضي الهدف، هدف التعادل لصالح هيرنفان في هذه الآونة. أمامكم على الصورة دوست من اللاعبين الممتازين على مستوى الهجوم. إيريكسون يطلب الكرة، ألدرويرلاند يصوب من بعيد وهدف رائع، هدف من أروع ما يكون، لأنه صاحب تصويبات قوية بالقدم اليمنى والقدم اليسرى. في كل مرة كان يفعلها لما يوجد أمامه الطريق ولما يوجد أمامه المساحة والمسافة التي تسمح بالتصويب من بعيد. شوف تصويبه من بعيد يبارك فيها الحارس. إذن هدف ثاني للأياكس مباشرة بعد تسجيل هدف التعادل. إذن هدف جميل، هدف التعادل ثم الهدف الثاني مباشرة من ألدرويرلاند، هدف ثاني للأياكس يسمح للأياكس بالتفوق المبدئي. على كل هدف أول كان من اللاعب الإسلندي بصعوبة لكن يسترجعها وريكتر. بقي الكرة من إريكسون داخل مرافق العمليات، والهدف الثاني، هدف الثاني من هذا اللاعب، اللاعب الشاب اللي بذل مجهود في الشوط الأول. هيرك بوريكتر من اللاعبين الشبان، من اللاعبين الممتازين في صفوف الأياكس طبعا، لاعب استرجع إمكانياته واسترجع عهده بالمنافسة لما وصل إلى الأياكس، أصبح لاعب يعني يتميز بقدرات فنية عالية جدا. شو التمريرة كانت ذكية والتصويبة كانت داخل المرمى وبشكل جميل جدا، من مواليد 86، لاعب مهاجم وهو من مدرسة الأياكس. كرة تسترجع انطلاقة من السعيدي، السعيدي ينطلق السعيدي لكن يخفق هذه المرة في المرور، يترك الكرة وتصبح هجمة معاكسة لصالح أياكس أمستردام، هجمة لصالح سورينو، سورينو ممتازة العملية ل وداخل مناطق العمليات. يا سلام على سليماني، روعة في تسجيل هذا الهدف من سليماني. سليماني يضيف هدف رابع بطريقة رائعة جدا وبتمريرة كانت جميلة جدا. شوف تمريرة من اللاعب الجنوبي افريقي لسليماني، كاد أن يتعثر لكن استطاع أن يفوز بالكرة في آخر المطاف من أمام بروار ومن أمام العكشيوي. شوف التمريرة كانت من اللاعب الجنوبي افريقي، عرف كيف يمر الكرة في ظهر الدفاع لسليماني اللي راوغ الجميع وراوغ الحارس وأمضى هدف من أجمل ما يكون في هذه الآونة. إذا تصبح النتيجة 4-1 لصالح أياكس أمستردام أمام فضل يلعبها مع ديون.
ديونج مرة أخرى لسيرينو، سيرينو يرفعها ويحتفظ بالكرة والهدف يضيع، فلا يأتي الهدف الخامس في آخر المطاف من فاندرفيل. هدف يعني جاء في آخر المطاف في آخر لحظة من المباراة من فاندرفيل، هدف خامس ما كان منتظر. ولو أن فاندرفيل كان جرب حظه المرة الأولى، شوف لعب سيرينو كيف لم يستسلم من أمام ألم، رفع الكرة الإبيسيلو يحذر وفاندرفيل بخارج القدم يسكن الكرة داخل الشباك. 5-1 في النتيجة، تعتبر نتيجة ثقيلة وأكبر نتيجة هذا الأسبوع على مستوى ما قدم في الدوري الهولندي. إذن فاندرفيل ينهي المباراة بهدف خامس لصالح الأياكس.